الانستغرام بسالكم كي دايرين. Every day with you is magic. السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو 5 5 كما شفتوا نيشان الكوزينه. غادي نوجد معكم الغداء، طبعا ما بقى والو رمضان، دونك فكره غداء ام عشاء اولا السحور. كما شفتوا دابا مثلا انا هاد الكميه هذه ديال الغداء، مثلا هاد الشلاضه ما بغيتهاش تشيط نهائيا، دونك باش تشوفوا طريقه ديال انني نصاوب الرز وما يشيطش ليا. مثلا انا دو بيرسون، حنايا دو بيرسون، كل واحد غندير ليه جوج معالق كبار ديال الرز. كما شفتوا هنا درت 4 المعالق ديال الرز، وغادي ندير لهم الماء ونخليهم يتسلقوا. وهنايا خديت صدر ديال الدجاج دو مورسو هكا كل واحد، رقدته طبعا قبل ودرت ليه توابل مزيان مزيان، وكيجي على هذا الشكل هذا. وهادو خديتهم في زدت واحد اخرين حيت الصراحه بان ليا الطبق كيجي بنين، ضروري نزيد مورسو واحد اخر، وكان اونبالي بحال هكا وتيبقى في الثلاجه مزيان بالسلوفان طبعا. دونك هنا غادي ندوزو، ناخد خديت هاد الخص هذا رقدتو في الماء مزيان، غادي نغسلو مزيان 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 وتستقطروه، ومهم تحيدو فيه كاع التراب وداكشي اللي تيكون فيه. وغادي ناخد الخل، طبعا خدو هاد الخل هذا الصفر، الاخر البيض خليوه للسلاطه، هذا للغسيل يعني في اي زعما اي خضر بحال هكا تندير لهم هاد الخل هذا. صافي غادي نخليه يترقد واحد شويه في داك الماء والخل، وغادي نستقطرو نشفو مزيان باش نستعملو هكا للتزيين. دونك دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير ديال هاد الطبق اللي كيجي شهي. كما شفتو هنايا خليت الرز حتى كيتغلى، كما شفتو غير تبدا الغليه غادي ناخد الحبات ديال الهيل، كيعطيه مذاق زوين ملي كيطيب معاه بحال هكا، كيعطيه مذاق زوين. هاد الحبات تقدروا كاع تشحروه، المهم انتم تشوفوا بلي غادي نديرهم هنا يتسلقوا، وغادي نهزهم نحيدهم من الرز، وغادي نديرهم يتقلاو مع البصله. وهذا دونك كما شفتوا غادي نخليه يطيب مزيان، يعني ما تخليوش الرز يطيب بزاف بزاف، دونك غير ميم با واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق صافي راه تيطيب الرز. طبعا الكميه كيبقى على حسب الافراد الاسره. دونك غادي ندوز هنا، غادي ناخذ بصله وحده وغادي نقطعها هكا، نقطعها هكا دي ترونش صغارين. وهنايا غادي ناخذ شامبينيون، طبعا اللي عنده شامبينيون خضر يستعملو، انا عندي هذا ديال العلب، هذه علبه كامله غنستعملها. طبعا هادشي كامل على حسب الاشخاص اللي كاينين، المهم انا هنايا كنصاوب لدو بيرسون فقط. دونك هنايا غادي نقطعهم هكا دي ترونش يكونوا هكا صغيورين شي شويه، وغادي نشحروا فوق المقله. دونك هانتوما تشوفوا الطريقه ديال التحضير.
هنايا غادي ندوز لهاد الصلصه سدومي كلاص. هاد الصلصه راه هي واعره كما قلت لكم، راه كيستعملوها لي شيف في لي ريستورون كبار. شوفوا شحال الكونتيتي، يعني راه تقول لكم بزاف. هذه كنستعملها بحال هكا الا كنت غادي نقلي الدجاج بحال هكا، اولا هذا، اولا كنستعملها في لي بات، يعني في لي بات كتجي غزاله. المهم اي حاجه اللي خاصها المرايقه تديروها ليها. المهم كما شفتوا انا غادي ناخذ هكا معلقه كبيره ديال هاد دومي كلاص، يعني هادي كنت وريتها لكم، كتباع في لي، كتباعش في لي غون سوبر، كتباع عند الهريات الكبار اللي كيبيعوا هادشي. المهم ها نشوفوها كيفاش دايره، راه واعره، يعني صلصه الدجاج. هنا غادي ناخذ الماء سخون، نخلطها هكا بالماء سخون صافي، وغادي نزيد لها الماء سخون هكا ونحركها مزيان باش تذوب، وغادي نضيفها في الخليط ديالي كما شفتوا هنايا. غادي ضفت فيها في هذا الخليط هذا، وهانتوما غير كنبدا نحرك. شوفوا التهليكه اللي كتعطي للخليط، كتجي زوينه وديده. نتمنى انكم تجربوها، راه كتجي غزاله هاد العصاص هادي. وغادي نضيف هنايا كريم فريش ديال الطبخ، عرفتي دابا هادي مع الدجاج يا سلام كتجي بنينه بنينه بنينه. اذا بغيتو تخليوها بحال هكا معلكه خليوها، ما بغيتوش تقدروا تزيدوا الماء سخون غير شويه غير باش تعطي هذيك المريقه. صافي قد هكا الماء سخون، وهاد لاصوص هادي راه تقدروا تزيدوها حتى لي بات كتجي بنينه. تقدروا تزيدوا الطون لا داند، المهم تقدروا تزيدوا اي حاجه وديروها لي بات. المهم نتوما كتشوفوا، يعني ما تجيش لكم عقده بزاف، ما تجيش لكم جاريه، يعني صافي غير بحال هكا بارك. نخليها دابا طيب وصافي، ونمشيو نشوفوا الشلاضه اللي غادي نطيب مرافقه لهذا الطبق الرائع. نوجدوا طبعا واحد الشلاضه، والشلاضه راكم ديجا شفتوها الطريقه ديالها اللي كنصاوبها، دونك راه هي المعتمدة عندي شلاضة اللي كتعجبني. كما كنت قلت لكم، يعني شلاضة كل واحد وشنو، مثلا انا ما كناكلش الزيتون، ما تعجبني شلاضة كاع اللي فيها الزيتون.
كما شفتوا دابا راني سخنت هذه حيت بردات. دونك ملي كتسخنوها نحط ونقطع نوريكم كيفاش جات. في معارك اليوم الحصار الذي يقع في ماريوبول، وكنا قد شاهدنا صور الاقمار الصناعيه للدمار الكبير نتيجه. وها انتم كيفاش كيجي الطبق، كيجي شهي. ها انتم نقطع لكم باش تشوفوا صدر الدجاج كيفاش كيجي فتي وزوين، وراكم شفتوا يعني ساهل في التحضير. راه بحال ديال المطاعم، وهاد لاصوص كتزيد تبننوا بزاف بزاف بزاف. دونك نتمنى انكم تجربوا هاد الطبق وتخليوا لي لي كومونتير ديالكم باش اللي جربته تقول لي كيفاش جاها هاد الطبق. طبعا انا ما بقى والو رمضان، هكا ديروا فكره للسحور ديالكم او للعشاء ولا الغدا، المهم نتوما طيبوه فوق ما بغيتو. طبعا مرافق بهذا العصير اللي زوين صراحه، اللي هو لاباز ديال الليمون. الليمون زيدوا ليه الماء، انا ما كنتش كنزيد الماء نهائيا الليمون، تجاتني الحرقه المائده، ما كنتش كنعرف حتى شنو هي بعدا. ايوا دابا اصلا ماما ديما كانت كتقول لي بقاي تزيدي الماء. صافي هذا فيه البربه والفريز والليمون، دونك شهية طيبة. دونك ندوزو كما شفتو، انا عندي خديت هنايا موتزاريلا كما شفتو، غادي نطحنها وغادي نوريكم كيفاش انكم تطحنوها. اذا غتصاوبوا بيتزا ولا اي حاجة كتكون عندكم ديجا موجودة، يعني بلا ما تجمديها زعما هكا. دونك هادي راه كانت عندي في المجمد، مي دابا بغيت انني نطحنها باش تجيني ساهله نهز لي مغصو ونديرهم في البيتزا ولا اي حاجه بغيت نطيبها. دونك ها نتوما السر ساهله والطريقه جد سهله، غادي نوريها لكم باش هكا تقدروا تحتفظوا. هادشي هاد الطريقه اللي غادي ندير، سواء غديروها لهاد الموتزاريلا او لا الفرماج الحمار، مهم باش انكم تكون ساهله لكم باش انكم تطحنوها. سهله انكم تطحنوها بلا ما تستعملوا ديك الحكاكه وتشد لكم واحد الوقت كبير. دونك غادي ناخذ موتزاريلا، غادي نقطعها يعني اي فرماج غادي تقطعوه هكا ديمغسو هكا باش تسهل ليها باش تطحنها. وغادي نضيف واحد المكون اللي ما غاديش يخلي نهائيا يعني انها تلصق ما بيناتهم، كتفرتت لينا داك الفرماج اللي هو معلقه كبيره ديال النشا. غادي نزيد معلقه كبيره ديال النشا. طبعا الا كنتو غديروا موتزاريلا الكبيره هذا نص مغصو، الا كنتو غديروا كبيره فديروا جوج معالق ديال كبار ديال النشا، وغادي نطحنوهم بحال هكا. شوفوا ها نتوما كيجيو ساهله ماهله مفرتت مزيان بلا مجهود، وكتحتفظوا بها هكا ببلاستيك ديال خاص بالمجمد. طبعا هنايا انا عندي موتزاريلا وعندي الفرماج الحمر، بقى لي غير هاد شويه. صافي هادشي اللي كاين. يلا دابا صراحه العشيه غادي نخرجوا، غادي نديكم معايا المول ونتلاقى بالبنات، وعاوتاني نخرجوا نديفوا لي شي شويه، نخرجوا من الدار. يلا السلام، لاباس عليكم، كي دايرين؟ تكون معايا نجاح وليتو عارفينا. عرفتي شنو قالوا لي الناس؟ اجي نقول لك شنو قالوا لي الناس في الفلوغ، قالوا لي تهلاي لينا في نجاح. زوين هادي شحال دايرين لها لو بخي؟ 99. شو الصبر ها الصبرديات اللي كيعجبوني؟ الهنقري شنو الهنقري زوين؟ شو هادي اللبسة كي داير الشجر؟ فوالا هاديك دايرين كاسول. شو هادي؟ بحال هادي في مودانيسة، بحال هادي
ونتمنى جو قدي ما جوش قدي عمري ما نعاود عمري ما نعاود خداتهم وجاو قدهم يا رب ها اللي كيعجبوني ها واو مشينا 49 زوينين هادو ياك وخفافين ماشي زعما ديال البرد صافي وهنا غادي نقول لكم السلام عليكم و جو بونس السبت ولا الحد جو بونس الحد غادي يكون رمضان دونك رمضان مبارك سعيد سلامة.